الله دوك نعاود نولي لي كومونتير. معنا اتصال هاتفي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، صحاب مرحبا بك. طاركم. صحاب طارق الاخت، واش رايكم؟ لاباس؟ والله غايه الحمد لله. الحمد لله. شكون معنا؟ الحمد لله، حاولت الاتصال عده مرات ولكن الحمد لله راكم اكسبتيتو لابيل. الحمد لله يا سيدي، الحمد لله. الحمد لله. معكم رانيا عميري. رانيا عميري، مرحبا بك الاخت. مرحبا بك. كي دايره انت الزميله؟ الله يسلمكم. كيف كيدايره الاخت؟ هذه يسلمك. الحمد لله، نشكر الاخ نصر ونصر الدين خلفاوي، هو اللي بعث لي باش نتصل بكم. اي الحمد لله، نشكره، راه مشكور. يعطيكم الصحة. أنا بعيدة عن الموضوع ولكن غير التوضيح فقط على البرنامج. معليش اللي جبت فيه. معليش. تفضلي تفضلي يا رانيا. إلا عندكم كاش أسئلة ما كاش مشكلة. شوفي يا رانيا، أنا أول سؤال لي، أنت صحفية؟ نعم. فوالا، قولي لي، لما جاك العرض من لابواد دو برود، كيفاش يعني انت كانت وجهة نظرك تباني كفيغورونت في كاميرا كاشي، ولا حبيتي تقدمي، ولا لانه انا متاكده انه صحفيه امبوسيبل يعني تقبل يعني بشغل جوست اون فيغوراسيون في كاميرا كاشي؟ جوستومون باش نوضح لكم الامر، انا كاميرا كاشي تاعي كانت موضوع اخر. كنت انايا الموضوع تاعي ان نعرض انفامي، وكون هي انا الانيماتريس ونحكي لهم على رمضان، وزعما كيما حنقولوا ندير مشكله بين الزوج والزوجه وندير لهم مشكل، وهذه هي الفخ تاع الكاميرا الخفيه. مقلب. فوالا. وراه مقلب. راكم شفتوا في الجينيريك بزاف في لي فيديو باللي فت انايا في الجينيريك باللي كنت انا الانيماتريس مع لي فامي. فوالا صح، شفنا. راكم تعرفوا مع الكورونا والحجر بدلنا السوجي، درنا مع لي جانيتو الزواج. سي بوغ سا كنت مبان بلي انا مقلقه، ماشي هذاك موضوعي. وعلاش ما رفضتيش؟ علاش ما رفضتيش؟ لانه شوفي، لا 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 لا، الموضوع كان شباب، انا كنت ماكسبت الموضوع. كنت عاجبني السيناريو، عجبني الحق، البلاطو بيان، ناس ملاح، خدمنا موضوع شباب. ولكن انا تعرضت للحملة الشرسه ضدي بين ليله وضحاها، ما فهمتش انا كيف فاتت الكاميرا كاشي تاعي، فاتت بيان، الناس سمعوني، فرحوا، بارطاجوها، رقد مع نظمة، لقينا هذيك الحملة ما على باليش. صح. علاش؟ الأخت رانيا قولي لي، تفضل. أنت على هذاك الرد، هذاك المنشور اللي درتيه في هذاك الأسكن تاعك، ولا داروه واحد الناس واحد آخرين؟ أنا دوكا راني، أنا دوكا راني رفعت قضية، وعلى الناس اللي راهم بارطاجو كاين 13 باج باسمي. 13 كونت هكا فيسبوك. يعني 13 كونت باسمي ماشي تاعي، أنا دوكا راني غير بالانستغرام. فوالا. بصح هاد يبارطاجو، يهضروا مع الناس، يسبوا في الناس، وانا خاطيني كامل. راني في جامعة تاع الجريمة الإلكترونية، راني حاصلة. كاينة لا سي بي، كاينة بلي لي بروف اللي ماشي انتيا تفاصون. ماشي انا، ماشي انا ما عنديش كامل فيسبوك. انا خالتي، خالتي في فرنسا، دارنا يبعثوا لي يقولوا لي راني راكي تنشري بلي اختك عندها اون فواتور وتكسرات، شوفي واش راه يصرى عليك، بلي يماك مريضة. انا ما نخدمش في قناه نو ميديا، للتوضيح انا قناه نو ميديا ما نعرفهاش كامل. وين جايه؟ فوالا، احنا كنا على بالنا لانه القناه، القناه ايضا قالت انها اون لا بواط دو برود، جابت لنا فقط البرودوي، لكن احنا شفنا لو شابو تاع لو ميكرو في لو تورناج كان باسم نو ميديا. نو ميديا باسكو ليكيب تاع نو ميديا. دونك سي اون كو برودكسيون. كو برودكسيون. وي كو برودكسيون. نو، ماشي اون بواط دو برودكسيون. ليكيب، الماكياج، لي كاميرامان، المخرج، المنتج، كامل قناه نو ميديا. انا برك اللي مستقله. اذا نقدروا نقولوا احنا باللي اليوم عندنا احنا هذا الحصري. اذا بعد ما قناه نو ميديا كانت اصدرت بيان وقالت انها تتبرأ من هذا الكاميرا كاشي، وقالت باللي هي جابوا لها البرودوي وجوست قامت ببثه، دونك بوغ ال سي جوست ديفوزيون. انا ما سمعتش بها. دونك انت تقولي باللي كل شيء الانتاج كان نو ميديا، انت فقط اللي كنتي اون فريلانس. الانتاج نورمالمون تاع نو ميديا، انا ما سمعتش باللي مش الانتاج ماشي تاع نو ميديا، انا هي اللي مستقله. انت فريلانس. انا كنت نخدم في قناه، ومن بعد توقفت لاسباب شخصيه وصحيه على العمل. راني دوكا في منظمه نخدم. نخدم في منظمه، رانا نخدموا في خاليه الازمه، رانا نوجدوا في قفف تاع رمضان للفقراء والمساكين. الله يعينكم. بعيده بعد الصحافه. فوالا.
ولكن تعرضت لهذه الحملة أنه الناس يهاجموا فيا ويهدوا فيا، ولكن راني تابع فيهم قضائيا والحمد لله باش للتغليظ بلي هذوك الصفحات ماشي تاوعي. فوالا قولي لي انت دونك انت قلتي لما بثت الحلقه الاولى كنت راضيه على عملك؟ بيان سور انا راضيه، انا جامي ندير حاجه مانيش دونك راضيه. دونك لو يعني لو ما قامتش هذيك الحمله كنت ما راح تكمل الجوز للكاميرا كاشي عادي جوز، باسكو لو كان خلاو الحلقه تيجوز الناس يفهموا باللي 30 حلقه ولا 20 حلقه اللي صورناهم ماشي كاع زواج. عندنا زوج، عندنا موضوعين في كاميرا خفيه، ما عندناش 30 زوج كيما راهم يقولوا تزوجت ب 30 راجل. هذوك الاشاعات اللي راهم لا رانيا دوك نوضح لك السؤال، دوك نوضح لك السؤال. هي زعما لو كان انت يا باغ اكزومبل انت راكي قريتي السيناريو عرفتوا المقلب مقبل كاع قبل ما ديروا التصوير قالوا لك باللي غادي تدخلي انت وتقول لهم باللي انا كادو تاعك فوالا هذا هو الكادو تاعك وزعما كيما شفنا كاع لا كاميرا كاشي تفاصيل انا مانيش عاقله ليها بيان وفوالا تجيبي داك الجان هو وانت تقولي انا كادو تاعك دبر راسك تديني انت كان على بالك بهذا السيناريو. هذا مجرد تمثيل. لا لا بالي جو سي احنا نضمن على بالنا. لا على بالنا بهذا الشيء. لكن الناس هما اللي ما على بالهمش رانيا. يقولوا الناس باللي اهانه للمراه الجزائريه وباللي المراه تقدم هديه وتقدم كادو للراجل. نو احنا مجرد تمثيل. انا لو كان عرفت باللي التمثيل تاعي راح يهين المراه ولا يهين الراجل ولا حنقلل من قيمه اي واحد ما نقدمش انا ذاك الشيء. لكن شوفي رانيا ولكن هذاك الاخ صفيان فرحان وقال صح رمضانكم ودى الهديه تاعو وراه عادي. الناس بالخص اولت الهضره باللي هذاك انسان مجنون باللي مريض باللي زاويلي باللي اكيد تعرفي كي يحبوا يحطموا واحد يديروا كلش. لكن كيفاش تفسري رد فعل سلطه الضبط السمعي البصري؟ ها انا والله ما تحركت مباشره نرد على هذا الموضوع ما على باليش علاش رفضوا هما ادرى بهذا الشيء. ولكن انا قالت لهم انا ما خدمتش فيها للتوضيح هذه الاهم اللي ما نخدمش فيها دوك بغض النظر على انك تخدمي فيهم انتاجهم ولا ماشي انتاجهم على باليش داكور. انا نعرف روحي باللي انا مانيش خدامه في نوميديا اناني خدامه في منظمه. اخت رانيا تفصح حنا نشكروك بزاف شكرك رانيا على تدخلك يعطيكم الصحه غير التوضيح فقط باش الناس تهجمت عليا بزاف وظلمتني وحقرتني ووقفت لنا البرنامج ورانا نتعرضوا للسب والشتم والقتل. لكن رانيا يعني سمحي لي انا نقول لك رانيا سمحي لي انا نقول لك واحد الفكره عندي انه المراه قديما يعني في وقت السلاطين كانوا الجواري فقط يقدمنا كهدايا للرجال فهمتي هذه الحاجه اللي نقدروا يغلبوك بها فهمتي لانه حتى القانون حتى القانون في التاريخ المراه المسلمه لم تكن تقدم كجاريه وكهديه للملوك فقط المسيحيات واليهود فقط اللي كانوا يقدموهم. احنا بصح اون غفلات احنا كصحفيات واعلاميات اون غفلات نخبه من المجتمع. انا يعني انا ضد فكره انه صحفي يشارك في كاميرا كاشي. انت صحفيه يبقى لو ستاتيو تاعك كصحفيه ويقعد دائما واحد ما يتجرى انه يوصلك. باغ كونت كوميديان يتقبلوها منه والله صدقيني ممثل يتقبلوا منه حوايج كيما هادو. ولكن انه الواحد لازم يجرب التمثيل يجرب كلش. انا ماذا بيا لو كان جرب جميع الميادين ولكن رانا في وقت ناس ما ترحمش تشوفك غلطتي صح جوستومو. الوغ انت رانيا عمير انت من هذا الاتصال هذا اللي قمتي به انك تعتذري ولا توضحي؟ جوست توضحي. نو انا للتوضيح فقط وللاعتذار من الشعب الجزائري الى شافني باللي انا غلطت معاه ولا قصد كاش واحد ولا يسمح لنا من هذا المنبر. ولكن انا مسامح كريم اللي كنت نقدم فيها برامج اجتماعيه انسانيه ما جامي ظلمت واحد ولا قصد واحد ولا روحوا شوفوني في البرامج اللي راني نقدمهم جامي قصد واحد. ولكن حبينا نجربوا شويه وما نجحناش ما تهجموش الواحد في دارهم وفي عائلته ونسبوه. لا هذا خطا هذا صح التجريح سي با لا بان صح. النقد البناء يعني قادر يعني انا دوكا نقدر ننتقدك بطريقه بناءه بصح باش نروح نسبك ونخسر لك لا ريلاسيون تاعك مع داركم ولا هذا عيب وعار. هذه هي انا اللي تعرضت ليها. انا لو كان انا قاعده في دار ما حد نشوف القنوات يهضروا عليا في البلاطو وين تعرفوني وين شفتوني شفتوا مسيرتي
صح معليش تفاصون المسامح كريم وليزالجيريان قلوبهم بيضاء ليزالجيريان والله غير قلبهم بيض وزعما ماشي حاجه اللي شوفي يا رانيا انا والله جاني نوصل واحد شوفي يا رانيا صار كاين ناس يعني اللي اداو البلاد ودكا ولو تقصي اي واحد في الجزائر يقول لك بيناتنا سماح يعني ناس يعني اداو الجزائر عامة وين حتى انت يا كان انا نتمنى لك كل التوفيق في مشوارك وان شاء الله المشكل هذا يعدي عليك خفيف ان شاء الله ان شاء الله لا الحمد لله عندي عائله متفاهمه الحمد لله ولكن الاساءه للانسان بعائلته اللي شويه توجع ان شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير الاخت رانيا نشكرك بزاف على الاتصال تاعك وعلى هذا التوضيح الله يعطيكم الصحه وصحه الله يسلمك الله يسلمك السلام عليكم يعطيكم الصحه سلامه